نجدد التحية وهذا فيديو جديد، وهذا هو طائر أبو كردان. بالطبع زي ملامح الريف المصري، وكما ذكرنا أبو كردان دائما يقال عنه أنه صديق الفلاح. وللعلم أبو كردان نعم يعيش في قمم الأشجار ولكن ليست له أعشاش. من الغرائب والطرائف أن أبو كردان ليست له أعشاش مثل العصافير واليمام وغيرها من الطيور. ما زلنا نوثق هذه ملامح الريف المصري. بالطبع هذا هو الزورة الشامية، وهذه نباتات القطن، والقطن من محاصيل الألياف الصيفية، يبقى من محاصيل الألياف الصيفية القطن. وهذه نباتات البامية، والبامية من الخضر الصيفية. البامية من الخضر الصيفية، وهذه أزهارها هي زهرة خنثى. البامية تتبع العائلة الخبازية مثل القطن تماما. هذه البامية وهذه نباتات القطن، هو من الألياف الصيفية. شاهد مع هذه الدبابير وهي تطير بهذا الشكل. لازم نوثق ملامح الريف المصري. أشجار الجازون دي طبعا أشجار الجزورين.